15/7/2024 احنا اليوم بطريق الغندرية عين البيضاء، اعمال تسفيه الطبقة الثانية مستمرة ان شاء الله. اليوم احنا بقرية عين البيضاء متجهين باتجاه قرية المزالة. الطريق راح يكون مقطوع بشكل كامل امام حركة الاليات. راح نستمر الاعمال لمدة اسبوع متواصل ان شاء الله. الاعمال مستمرة، راح تكون في عنا طرق بديلة، راح ننزل على معرفاتنا في الدفاع المدني.